Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha bi niyatil qubul wal iqbal wa salahi syam zahiran wa batinan. Inna Allah yaghfiru dhunub wa yastur ayub wa yaslih umur al-muslimin. Wa yakfina wa iyyakum syarra al-taghin wa syarra al-baghin wa syarra al-hasidin wa syarra al-mustakthirin wa syarra al-ghasibin wa irhamil al-muslimin wa an yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda wa ala ma nawa sahib al-maulid al-Habib Ali bin Muhammad al-Habashi fi hadhihi al-qira'ah. وعلى كنت صالحة جامعة شاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبسب يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحاب يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحب يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعرب يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطرب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك يا أحمد حبيبي
السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسقي وطيبي السلام عليك السلام على المقدم في الإمامة السلام عليك السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام على المضلل بالغمامة السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء ولا الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضع برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشاره بفضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد
حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب العم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلالة وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت
وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراجم لهذه الحروف بأن يرجم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزى في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المهدى في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه آلما ولا إللا حتى مر الشهر شهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى هذا العالم إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوالة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج
بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت بنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه ألا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجماله فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوطينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أسرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه إن الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يدي فاستهلا فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قال ثم ألبسته وأدجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشاريرة أن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشاريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل حديث مني على بال حتى ابتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضائه المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانة السيدة حليمة وحين لاحظت عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مجنونها
نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة إن الله حظ موفور فهنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في رضائه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فأجابتها بالتلبية لداعيها ولما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دوائها فترحلت به إلى منازلها مسورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات فقد أتت وشارفة واتان وضعيفتان فرجعت وهما لدواب القافلة يسبقان وقد درت الشارف وشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهت ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركاته الأنام وهو يرعى الأغنام فعجأوه الأرض إذ جاء تشريف وشقوا بطنه شقا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوا وأودعوا فيه من أسر العلم والحكمة ما أودعوا وما أخرج الأملاك من قلبه أداء ولكنهم زادوا طهرا على طهري وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفأ من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فتخوفت عليهم من حادث تخشاه ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويدار عليه في سباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر ولم يزل بأنجم سعوده طالئة والكائنات لأهله حافظة ولأمره طائعة فما نفذ على مريض إلا شفاه الله ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة فأجاءته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده فنزل عليه روح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلا عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة وأوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق إلى الله على بصيرة فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وأكبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات
فمنا تكثير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجد الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشقي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين وتلقى بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولا جاء إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز سبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية غوامر النفعات القربية وواجته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولدت جميل الهبات ونادت بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات والثواب والفيوضات بعيد الخضوع والإخبات رتب تسقط الأماني حصرا دون ما وراءهن وراء عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولده من عواطف الرحيمة ما يعجز عن حمل الثقلان وتلك مواهب لا يسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرم الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته بإناية خلاقه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا سيدي في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار الحكمة لا في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعت ولا أخلاق سنية وقامت في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مجربا بحمرة واسع الجبين حسنة شعره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه
والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه. قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر. ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر. تتنزع العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. سيد ضحكه التبسم والمشي الهويناء ونومه الإخفاء ما سوى خلق النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء. رحمة كله وحزم وعزم وبغار وعزمة وحياء. معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء. وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب فيفود سريع المشي من غير خبب. فهو الكنس المتلسم الذي لا يأتي على فخ باب أوصافه مفتاح. والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلت أو سناه لهلا. حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه. فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين. كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسف. وعلى تفنن واصفي بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة.
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر، في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك، وساقي كؤوس إرشادك لأهلي ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، وليهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواظره وواله وظاهره، وأم ببركته وشريف مجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، وما علم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحرز الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.